مساء الخير. يوما بعد يوم وأمسية وراء أمسية من أمسيات هذا الشهر الكريم المبارك، نعتاد أن نلتقي بكم على أمل أن نتشارك وإياكم ما هو مسلي وممتع ومفيد. نورت سمانا. ضيفتنا اليوم رح تكون ممثلة سورية عندها موهبة وعندها شغف كتير كبير وعندها الإصرار للوصول، وهذا الإصرار اللي بيخليها تكمل الطريق للنهاية. خلونا نتعرف عليها أكثر. لميس حسن، نورتي سمانا، يسعد مساكي. يسعد مساكي ومنورة بوجودكم. أهلا وسهلا لميس. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم لميس. نحن حنبلش مباشرة الأسئلة، هي أسئلة الفقرة الأولى المخصصة للحديث عن الحياة الشخصية للفنان. جاهزة؟ جاهزة. إلى الفقرة الأولى. السؤال الأول بهي الفقرة لميس بيقول إنك درستي علم التغذية الصحية والعلاجية في جامعة دمشق، يا ترى مين كان السبب بتغيير دراستك واتجاهك نحو الفن؟ هلا أنا بالأساس بدي أدخل معهد عالي للفنون المسرحية بعد ما أخذت البكالوريا، بس ماما كانت معترضة اعتراض كامل. ما مو كل الناس بيعترفوا إنه شو هي شهادة ممثل، أدرس اللي بدك إياه اللي بدنا إياه وبتشتغل اللي بدك إياه. بس أنا من القبل أيام المسرح، أيام الشبيبة، أنا كنت على طول موجودة، على طول مشاركة بكل المسرحيات. بس وقت اللي وصلت للبكالوريا كانت يعني شبه حرب لا ستقام بيني وبين ماما لو ما أنا درست مثل ما هي بدها. درست مثل ما هي بدها واشتغلت مثل ما أنا بدي وعملت اللي بدك يا. عملت اللي بدي يا. اشتغلتي منيح بمسرح الشبيبة، قدمتوا مسرحيات، سافرتوا محافظات هلأ أنا ماما ما كانت تسمح لي أني سافر على مهرجانات. كنت بس أقدر شارك بالمهرجانات يلي بدمشق فقط. يعني أنا في مسرحية من المسرحيات شاركت فيها كان اسمها ليالي الغضب، بس ماني بتذكر الاسم الأساسي للمسرحية. فوقتها كرموني وأخذت جائزة أحسن ممثلة. هون بقى أنا كتير فرحت وفكرت إن الموضوع لح يكون كتير حلو وكتير سهل، لأنه اللي سلمني الجائزة هو الأستاذ جهاد سعد. نوجه له تحية. هو الأستاذ جهاد عموما كان متابع جيد لنشاطات المسرحية جدا، وقال لي أنا، لأنه أنا بالأثناء العرض نسيت جملة ماني متذكر، ضعت طلعت برا، فضليت أحكي شي 10 دقائق لرجعت للنقطة اللي ضعت فيها. هو حافظها للمسرحية وبيعرفها مظبوط. قال لي بتنبأ لك مستقبل نجمة واعد يعني. أنا الكلام هذا كتير فرحت فيه، بس طري طلع طويل. أستاذ جهاد خرجني بالمناسبة بالمعهد نيالك، عن جد أنا بفتخر فيه، بفتخر أني أول مرة باخد جائزة أحسن ممثلة لو كانت بالشبيبة ولو كنا صغار انه من حضرته. هلا انت تخرجتي من دراستك تبع التغذيه؟ انا لا، ما تخرجت، انا ما كملت، لانه بالاساس ما بحب اعمل بدرس شيء ما بدي اياه. لا أوكي. ما تخرجت وما درستي تمثيل؟ سنتين. والسنه الثانيه ما كملتها. ايوه السنه الثانيه ما كملت. انا بالجامعه ما كملت سنه. منيح انت يعني ضل وصلتي سنتين. يعني منيح ما قدرت اتحمل شيء عم بعمله غصب عني، ما بقدر، حتى طبيعتي هيك ما بقدر اعمل شيء غصب عني. يعني ممكن اني امرض، يعني ممكن. اكيد. ذكرتي باحد لقاءاتك انه حضرتك من عائله محافظه وانه اهلك كانوا رافضين تماما الفن، وقاطعوكي سنتين تقريبا. مظبوط. شو بتتذكري بهذيك الايام عن هاي الفتره؟ شو بتحكي لنا هاي الفتره؟ على فكره من يومين كنت عم بحكيها مع جماعه اصدقائي انه اصعب فتره مرت علي بحياتي انه انا سنتين ما بشوف ماما ولا بحكي معها، وكان ممنوع اي حدا من اخواتي يحكي معي، يعني اللي كانوا يحكوا معي يحكوا معي بالسر. هيك لمرقوا السنتين وقدرت اني اشتغلت بالبدايات، اشتغلت شوي وبينت، يعني اشتغلت شغلات حلوة، يعني اشتغلت مع الأستاذ باسل الخطيب، اشتغلت مع الأستاذ سمير حسين. فبعدين ماما لانت، وأنا طبعا رحت، كان عيد الأم وأنا رحت صالحتها واعتذرت منها كتير. بعدين هي ضحكت قالت لي أنا فكرتك رح تفشلي، بس بصراحة لا، حبيتك على الكاميرا وعجبتيني. كتير منيح الحمد لله. هلا أنت بهدول السنتين اللي مرقوا وين كنت عايشة بما أنه أنت كنت بعيدة عن عائلتك؟
لا انا كنت عايشه هون بالشام بس انا كنت تزوجت وطلقت، فانا ساكنه يعني عايشه لحالي، يعني انا تقريبا لي شي 16 سنه عايشه ببيت لحالي. وبلشوا اهلك يشوفوا ادوارك او والدتك الكريمه بلشت تشوف ادوارك على الشاشه، شو يعني شو اول دور مثلا لفت انتباههم او ترك اثر عندهم وساعد بتغيير موقفهم؟ هلأ هو بنفس الفترة عملت وقتها عملين، العمل الأول مع الأستاذ باسل الخطيب كان اسمه أنا القدس، كنت أنا وجيها مرته العبد القادر الحسيني، وبنفس الوقت كان في عمل للأستاذ سامر برقاوي بطولة الأستاذ عباس النوري اسمه قلبي معكم. تمام. فأنا اشتغلت دول العملين فبينت فيهم يعني ودولي عملته حضور. حلو صار في حضور وبالتالي أثر هذا الشيء عند أهلك بلش يصير إيجابي. إيجابي وإيجابي كتير، لأنه خاصة ماما أنا هلأ حاليا ماما أكتر وحدة رفيقتي وخاصة بهذا الموضوع. ممتاز. يعني مثلا أنا قبل ما أجي عمل لها شكلي منيح شو ألبس، يعني مثلا كنت لابسة شيء تاني قالت لي لا 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 هتلاقي أحلى، يعني هيك صرنا الله يديم الرضا. الحمد لله. آمين يا رب. آمين. كتير منيح. هلأ ذكرتي قبل شوي أنه أنت حكيتي عن مرحلة الانفصال أنه انفصلتي عن زوجك، فيك تحكي لنا عن هاي الفترة؟ فترة الانفصال ولا فترة بعد الانفصال؟ لا بعد الانفصال، وشو يعني كيف أثرت عليكي بعد ما فصلتي عن زوجك؟ لا هي كمان أثرت علي كتير. هلأ في نحنا ما قدرنا نعيش مع بعض، بس في بيناتنا مثلا أولاد، فهو كمان كان يمنعهم إنه يعني إنه أنا أشوفهم أو حتى إنهم يجوا لعندي. يعني موضوع الفن كان له بسبب دور. موضوع الفن وبسبب لأني أنا خلص طلعت وما عاد بدي، يعني صارت الحياة مستحيلة مستحيلة بيناتنا، فصار مثل نوع الضغط انه مشان ارجع. انا كان مستحيل يعني خلص الله ييسر له هيك. فحتى الاولاد انا ضليت سنين طويله ما بشوفهم، يعني ولو اتصلت لو طبعا هلا بعد ما صاروا كبار بينقلب الكلام للطرف الثاني انه هي اللي ما كان بدها تشوفكم. لا انا كنت اشوفهم وكنت دائما اتصل وما خلص انت عم تشتغلي ممثله. علاقتك جيده حاليا؟ في تواصل دائم مع اولادك؟ طبعا طبعا. بيشوفوكي على التلفزيون بيعلقوا بيقولوا كيف احساسهم فيكي كممثله؟ هاي طبعا يبرو قلبي. انا اولادي يصير رفقاتي. الله يخلي لك. يعني اول ما صاروا كبار صاروا لحالهم يجوا لعندي، يعني شاء من شاء وابى من ابى. بتشوفي على التلفزيون كثير؟ انا بنتي الكبيره يعني دائما بتقلي شو العمل اللي حتطلعي فيه، يعني احيانا هي بتقلي بدي نزل عنك هذا الخبر انه عندك تصوير كذا او كذا او كذا. حتى هي كانت تدخل اعلام، انا نصحتها. هلا انا يعني بعد ما انا دخلت الوسط الفني نصحتها انه ما تدرس اعلام، هي لغتها الانجليزيه كثير قويه. تكوني ضد انه كمان تدخل على الوسط الفني؟ لا لا مو ضد. صرتي انت الان بقى صرتي اخذتي دور. لا لا انا يعني وما زلت عم بتعذب بقلب الوسط، يعني انت ابن المهنه. يلا جايه الاسئله هلا بتحكي لنا عن هذا الجانب. فينا نعرف مين كان معك بالدفعه ومين كان اساتذتك وذكرياتك بايام المعهد؟ اولا انا ما درست معهد عالي. ما درستي معهد؟ هذا السؤال كنت عم بسالك اياه بس ما اخذت جوابه. يعني انه اللي ساعدوني بالبدايات قصدك؟ تمام. هلا في الاستاذ تيسير ادريس، هو صديق واب روحي بالنسبه لي، فكان كثير يحاول يساعدني وحتى احيانا اللي ناقصني يعني يعلمني اياه. وانا ما عندي اي مشكله، ما بستحي انه في شيء ما بعرفه اني اتعلمه. طبعا الاستاذ باسل الخطيب بالبدايات هو اللي اعطاني الفرصه. الاستاذ سمير حسين اعطاني بثلاث اعمال، يعني اعطاني يعني يكون دوري صغير يكون مثلا خمس مشاهد بس، يكبرون اثناء التصوير يصيروا 20 25، يقول لي يعني انه يفتح الدور معي مع الاستاذ سمير. يعني هلا هذا اللي بتذكره كبدايه فقط. حسنا هلا بدنا نطرح عليك كلمات، بدنا هيك يعني تعطينا تعريف انت من تجربتك بالحياه من وجهه نظرك عنا. الحب. حب جميل. حسنا. طيب الزواج بالنسبه لي مقبره الحب. هلا ما بتفكري هلا بعد الانفصال تمام ما بتفكري بالزواج مره ثانيه؟ هلا شوفي دائما بنقول يلي يلا كل واحد عنده معاناته الشخصيه، بس بالنسبه لي انا بقول لا ما عاد بدي اتزوج ابدا. بس المشكله في شغلات قدريه بتصير هيك صدفه، في شغلات تصير قدريه يعني انت ما بتقدر. معناتها الباب مفتوح يعني يعني انت ما عندك مشكله؟ ما عندي مشكله بس الي شروط.
الشروط وبدي يعني بدي ينزل باختبارات كتير كبيرة. وحقي أنا كتير تعذبت كتير بهذا الموضوع بالذات. يلا إن شاء الله هيك نسمع أخبار حلوة إن شاء الله. الأمومة أحلى شيء بالدنيا، أحلى شيء بالدنيا. يعني أنا هلا هذا جواب حينبسطوا فيه أكيد الأولاد يعني كمان. أحلى شعور بالحياة. يعني أنا قبل ما أخلف أولادي، يعني أول قبل ما أخلف أول مرة أنا كنت بكره الأولاد، ما بحب الأطفال، يعني مو إنه بكرههم، يعني بقول الله يعينه شلون عم يربوا الولد، شلون هيك بضل بيبكي شلون. بعد ما أجت لورين بنتي. عندك بنتين؟ عندي بنتين وشاب، عندي لورين وغيث وتولين. الله يخلي لك يا هلا نوجه لهم تحية. الله يسعدك تسلمي لي. حسنا تسألي عن عن تمثيل، بدنا تعرفينا التمثيل بوجهة نظرك. تمثيل، هلا التمثيل من وجهة نظري مثلا من البدايات انه هواية حلوة. انا بالنسبة لي بعتبره هواية وليس مهنة، لانه اذا اللي بده يتخذه باتخاذ المهنة راح بيروح بمنحة ثانية وممكن يشهر، هو حر. بس بعد ما انا دخلت للوسط الفني طريقه صعب ومتعب جدا وكثير، يعني متعب للاعصاب، متعب. يعني انا احيانا ياما بكيانه، يعني مثلا يكون الدور معي ومحضره حالي انا رايحه اصور، لا يوم بلش تصوير الدور صار عند حدا غيري. طبعا هي بتصير كثير. هلا هي تفاصيل رح نحكي عنها اكثر يعني، وانت يمكن حابه تحكي عنها اكثر هلا بالفقره اللي بتخص. بس الكلمه الاخيره حابين ناخذ منك هيك انطباع عن الواسطه. اصبحت اساسيه مع كل اسف. متهم كثير الوسط الفني بالواسطه. ايه انت ما استعنتي ابدا باي؟ لا 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 أبدا. لا يعني لا تعتبري لا. حالك انه انت ما كان عندك واسطه نهائيا بسيرتك الفنيه. انا دخلت بمجهودي وغير مجهودي، انا حدا جريء. يعني مثلا الاستاذ معن عنده عمل، انا ممكن اتصل فيه اقول له انا بشتغل ممثله، انا كذا كذا، وبعرفه عن نفسي وعرفت عن نفسي كثير. يعني عرف نفسي مثلا بالسنه على 10 اشخاص. ممكن اشتغل مع حدا، مع واحد بس. تمام. واحيانا مرتين، احيانا بالمره ولا حدا. يعني هيك خلونا ننتقل على الفقرة الثانية اللي هي بتخص لميس الفنانة. خليكم معنا. الفقرة الفنية حنحكي أكثر عن حياتك الفنية وتفاصيلها. حابة تحكي أنت بهذا الموضوع؟ قلبك مليان. طيب السؤال الأول، رح نشوفك هاي السنة بباب الحارة بجزء 11 111 لا بالجزء لا 11. هلا انا من ممثلي باب الحاره، فهلا بيقولوا ايوه عم يعطي على المسلسل. طيب شو يلي دفعك للانضمام لهذا الجزء او لهذا العمل؟ اول شغله فرصه حلوه واجتني، يعني الدور حلو، يعني ومع الاستاذ ايمن بهنسي انا بحترمه جدا. شراكه العمل مع الاستاذ شراك إيه؟ والشراكه مع الدكتور زهير رجب. نعم. لاني انا شغله معه قبل باكثر من مره، يعني بيخليني طالع بيطالع مني اشياء انا يا بستحي طالعها يا ما بعرف انه موجوده. يعني بيطالع بيقدر مني يطالع مني يلي بده اياه، وعنده اسلوب يسر سهل هيك بمخاطبه الممثل جداً. يعني انا كمان انهيت بروكار هذا العام بالجزء الثاني، عندي تجربه جيده معه، بنقول له مساء الخير ونتمنى ان شاء الله هيك نستضيفه. امين يا رب ان شاء الله يا ريت. فاذا هي مشاركه اذا بالجزء 11 باب الحاره بالنسبه لك هي يعني تعتبريها مفيده ومهمه؟ ايه مفيده ومهمه، لانه انا يعني مثل ما قلت لك، لانه مشارك يعني مشاهدي اغلبها تقريبا مع الاستاذ ايمن بهنسي. نعم. مع القديره هدى شعراوي، مع الدكتور زهير رجب. عم تحسي بمردود هذا الشيء بالشارع؟ مثلا الناس بتتذكرك بهذا الدور؟ كيف عم يكون رد العالم؟ بتسمي يعني اسم الدور؟ هلا بالفتره الاخيره انا اشتغلت عملين مع الدكتور طوق البنات. نعم. واشتغلت باب الحاره. ايه انا اكثر من حدا يقول لي انت نسيت شو كان اسم شخصيتي، انت كذا، انت خالته ل نسيت قصه العمل. يعني حفظوا تفاصيله وفي ردود افعال. انت تبع طوق البنات؟ انت حلو انه هيك. يعني انا مثلا من كم يوم بشتري اغراض للبيت، انا ماني منتبهه عم يحط لي اياهم، قال لي اهلين ام قاسم. ايوه واو. معناتها ما كنا عرفنا، نورتي سمانه ام قاسم. عن جد الله يسعدك. حسنا بما انه عم نحكي عن الفن، تندمي انه انت دخلتي على الوسط الفني
أو بتحسي إنه أنت بيوم من الأيام رح تثبتي حالك ورح تاخدي فرصتك؟ هلأ بالنسبة لهذا السؤال بصراحة صراحة تمام إيه بندم يعني هلا بعد كل هالتحدي والمغامره اللي اخت لكملك يعني انا قلت هذا السؤال ما كان لازم ينسال بعد اجوبتك لقلك ليش تفضل لقلك ليش هلا بندم لانه الطريق كتير صعب وكتير طويل وفي تفاصيل كتيره ثانيا اني مستحيل انسحب من قلب المستحيل يعني على جثتي مثل ما بيقولوا لانه انا لما ببلش بشيء لازم كمله للاخير بس اني احيانا ضمنيا بيني وبين نفسي انه ندمت لما امك بتسمع هالجواب شو بدها تقول؟ ما قلت لك يا ام قاسي لا 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 لا, لا ما بتحكي معي هيك نحن علاقتنا مو هيك بنوب نحن كثير اصدقاء بس يعني كانت تقعد تغني لي احيانا لاقي عم تدندن بعد ما تصالحنا تمام تغني عم تغني غنيه مو شغلتنا يا سيدي نعشق ونحب تعمل هيك بس هيك يعني طولت سعيد صالحنا بس طولت كتير لا وصلنا لأي المرحلة اللي الحمد لله يا ماما نحن فيها طب طالما نحن عم نفضفض ونفضفض لميس يعني في سؤال هون شو هي الصعوبة الأبرز يلي عم تواجهك حاليا بالوسط الفني ومين بتلومي الصعوبة اللي عم واجهها أنا هي الشلالية اللي الفظيعة يعني حتى أنا من 3 سنين عملت مسرحية مثلا ماشي بدراما ما عم نشتغل كتير بس أنا بالأساس بنت مسرح يعني بالأساس بشتغل مسرح اشتغلت مسرحية والحمد لله كان يعني أنا دوري هن اللي شافوا المسرحية إنه عملتيه كتير منيح طيب أوكي بشتغل مسرح أنا ما عندي مشكلة بشتغل كل يوم مسرح أنا بحب المسرح أكتر أنا مرة نسيت شو اسم المخرج عم بحكي معه قام قال لي أنا ما فيني أخذك معي بالمسرحية قلت له ليش قال لي أنا عندي الناس محددين برتاح معهم وبشتغل معهم من مدة كنت عم بحكي مع الأستاذ هشام كفارني قال لي إن شاء الله قال لي إن شاء الله إذا المسرحية الجاية إن شاء الله قال لي بس مو أكيد إن شاء الله بتكوني معي مين بلوم المخرجين والمنتجين يعني مثلا فيك تلون فيك تغير يعني مثلا البطل عم تشوفه بست أعمال مع بعض طب ماشي خد عملين ووزعوا الباقي 4 أعمال لباقي الممثلين يعني مو بالضرورة تكون لميس أحيانا أدوار شباب يعني ممكن نفس الشاب هو نجم أخذ بكل اليوم كنت عم نقل يعني في شخص هلا من دون ذكر أسماء لقيته كل ما إلا بيطلع لي بكل المسلسلات طب ليش؟ طب هذا الشيء ممكن يكونوا انه مو هلا اكيد المخرجين لهم الراي الاكبر بس الجمهور اوكي انا معك في اسماء بياعه بس هن لما بلشوا هدول الشباب ولا الصبايا لما بلشوا هن حدا اعطاهم فرصه تمام هن حدا اعطاهم فرصه ما بدك تعطيني الفرصه دغري اعمل لي تيست ما في شيء ببلاد برا بيعملوا تيست نجوم كبار بيعملوا تيست على الدور قبل ما يصوروه يعني احيانا انت هلا في مسلسل قديم عملته نسياني بس شو اسمه السيده رنا جمول يلي بالاخير بتشنق حالها شجره النارنج اسمه المسلسل او هيك شيء انعطت فرصه كانت بداياتها كلياتنا حبيناها وكلها عطوا فرصه ما بدك تعطيه فرصه انه دغري تطلعوا على الكاميرا اعمل له تيست جربه صح هلا بما انه عم تحكي عن الفرص سبق وعرفنا انه في فيلم مصري انه انت لازم تكوني مشاركه فيه شو صار هلا انا كان عندي تصوير الجزء العاشر من مسلسل باب الحاره تمام والمنتج بده اياني معهم بالفيلم فيلم اسمه الحوت الازرق المنتج اسمه احمد فوزي اخراج علاء مرسي ايه فبدهم اياني بالفيلم فانا حكيت مع الانتاج والدكتور زهير انه خليني صور انا قبل ومشان سافر كمان اخذ فرصه يعني بمصر الفرصه يعني ام الفن والفنانين هي فانا اجلت يعني اتصلت بالمنتج وخليته ياجل 10 ايام دقوا لي تليفون قالوا لي انزلي خدي مشاهدك من الشركه نزلت لاخذ مشاهدي قاموا قالوا لي اجلنا تصوير للسنه الجايه رجعت اتصلت قال لي انا خلص حجزت لك عم يحكي حاكيني بالمصري حجزت لك بعد 10 ايام حتكوني عندنا بتكوني انت خلصتي كيفك باللهجه المصريه انا ممتاز يعني عم نسمع لا لانه انا رحت على مصر زمان كويسه ايه فبالتاجيل تبع ال10 ايام هدول
قفلت مطارات العالم كلها. صار هذا الظرف. فهلا في ما يعني لسه ما صار اتفاقية، بس بصراحة لأنه كل مرة بخبي وبقول بدي أعملها مفاجأة، فأنا نشرت على الفيسبوك إنه في لي عمل بطولة بيومي فؤاد بدهم ياني يكون معه. هلا ما صار أي شيء رسمي، كله حكي، بس قلت هالمرة بدي أحكي وبدي أنشره وبدي أشوف بتفقس ولا بتكمل للآخير. نصيبي وين الله أعلم. لميس، على سيرة الحديث عن مصر والمشاركة بمصر، أنت قايلة شيء أنه كمان فور بمجرد وصولك إلى مصر أنت مثلا ما راح ترجعي لهون، يعني بما معناه أنه أنت لهالدرجة يائسة من إمكانية فرصة في الوسط الفني في سوريا؟ في هيك شيء ولا ما في هيك شيء؟ وين قايلتيها؟ على الفيسبوك ولا؟ ما بعرف وين قايلتها، بس بتذكر اني قايلتها ايه، كان طالع خلقي ورجعت مسحتها. يعني متابع جيد. انا كنت انا بس متذكر اني مسحتها يعني. شو شو يعني هي لحظه هيك غضب؟ لحظه غضب قويه جدا يعني. هلا انا كنت بدي اقول لك انه فيني اوجه لك هذا السؤال لك. نفسه. لا انا ماني قايل هيك. لا والله يعني لا لا فهماني بس يعني. فيك ايه بس لانه انا يعني بشتغل باللهجه المصريه ببقعة الضوء اكثر من هيك ما انت هلا بالنسبه لي انا كنت عم بحكي ما بحكي عنك. لا لا كملي لنا عنك، كملي لنا. بدنا نسمع. انت نجم من الطراز الاول، انا هيك بشوفك. نحن حابين نسمعك، وجمهور اليوم حلقتك يعني تمام. هاي فرصتك، فاحكي لنا عن هذا الموضوع. ايه يعني انا مريت بفتره، وبصراحه اللي عم بدي اقوله هلا صار ورا بعضه بشهور ورا بعضه. يعني مثلا يكون يبعت وراي الشركه الفلانيه اتفقوا معي، احيانا اخذ سلفه وامضي عقد لك ارجع لايون عم يصوروا او خلصوا التصوير وجابوا حدا غيري. نفس تكررت باكثر من اسلوب، كثير 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 تكررت. انا بالبدايه قلت لك وصلت لدرجه اني انا هلا انا بالحياه حدا دمعته قاسيه جدا جدا جدا. انا وصلت لدرجه اني انا عن جد بكيت. يعني انا عن جد بكيت، دقيت على ما يعني كنت بدي ارجع عليك. تكررت معك هي الحادثه كتير يعني كثير؟ قام طلع خلقي بلحظه غضب وقلت ويمكن حق معي. انا عم اقول لك انا حدا ما بيبكي. وين قلتي؟ قلتيها بعد بجلسه خاصه ولا نسيت؟ ماني متذكر، بس يمكن قلتها على الفيسبوك. بدنا نسال المعدلين على الفيسبوك. نسياني وين قايلتها، بس انا ايه قلتها. خلونا ننتقل على السؤال الاخير، مين من الممثلات السوريات تحسي قدوتك؟ العظيمة منى واصف، نوجه لها تحية كتير 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 كبيرة من جوا القلب. يعني حتى هي بالحياة على المستوى الشخصي حدا رائع. أنا من زمان كنت ألحقها من مكان لمكان قبل ما أدخل على الوسط الفني، حتى مهرجان السينما كان يصير عنا هون بالشام، فمرة شفتها كنا عم نصور ولادي من الخاصرة، قلت لها فتلت وراكي كتير بس بدي بوسك. قالت لي مو بس بوسك، تعي حبيبتي حضنتني. يعني عادة انت اياه بالدنيا كلها، وبشوفها دائما صاحبة اجمل وجه الدراما العربية وليس السورية فقط، أكيد. الكل الله يطول بعمرها. آمين يا رب. خلونا هلأ ننتقل على آخر فقرة، وهي فقرة اللي منحبها كتير أنا ومعن بالمناسبة، هي فقرة الصراحة. خليكم معنا. فقرة الصراحة واللي فيها لميس عنا ثلاث أسئلة، بإمكانك أنت يعني تعتذري عن إجابة أي سؤال واحد منهم، أو بتجاوبي على ثلاث أسئلة بيكون أحسن وأحسن. السؤال الأول بيقول، سبق وقلتي أنه في ممثل عم يحاربك بشكل مستمر ومقصود، عندك جرأة تقولي لنا مين؟ سميه للممثل هذا. معنا عبد الحق. مو ناقصني حرب أكثر، ما رح سميه أصلاً. نعتبرك الناس اعتذرتي عن هالسؤال يعني؟ أبعتذر عنه. تعتذري يعني. طب شو يعني برأيك هلا من دون ما نسمي، شو اللي بيخلي يعني ليش عم يحاربك، ليش عم يستقصدك، شو المشكلة؟ لا هلا هو موضوع يطول شرحه، إذا ضلنا عم نحكي ما بيخلص، وبصراحة ما في داعي نحكي فيه. خلص نعتبرك إذا اعتذرتي عن إجابة هذا السؤال. السؤال الثاني، إنه أنت اشتغلتي مع مخرجين كتير، مع مين كانت تجربتك أقوى؟ أقوى الأقوى يعني مين المخرج شعرتي معه إنه الدور بالنسبة إليك كممثلة كان مهم، اختبر يعني إمكاناتك أكثر، أنت أثبتتي في نفسك أكثر؟ الصراحة هن اثنين، الدكتور زهير رجب وأنا قلت قبل شوي، والمدام رشا شربتجي.
تمام. نوجه لهم تحية طبعا. في أعمال محددة نذكر أسماء مثلا؟ أنا مع المدام رشا اشتغلت بالولادة من الخاصرة واشتغلت بمسلسل شو. تمام. تعبت كتير بمسلسل شو، أنا أكلت ضروب عن جد ونشقت إيدي من هون لهون، ما زعلت ولا اهتميت لأنه فعلا لقيت حالي حدا تاني. حلو. حدا تاني. حلو. مع أنه على فكرة دور مشوهة ومحروقة، وما انه انه طالعه كول وستايل. مع الدكتور محمد زهير رجب بانه عمل تحديدا مثلا طوق البنات او بطوق البنات وباب الحاره. باب الحاره عمل معي يعني قال لي اكتئبي، هلا كنا عم نحط دموع، قال لي قد ما فيكي اكتئبي، بدي اياكي مكتئبه. تمام. قال لي واذا بتقدري تنزلي دموع بيكون احسن. انا بعمري كلها ما بكيت بمشهد، قلت لك انا دمعتي قاسيه. الدكتور زهير رجب وجه له تحيه كثير 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 كبيره، خلاني اقدر اني بعدين ما عدت قدرت اسكت. ضلوا عم ينزلوا، يعني تقول كانه بدي مفتاح لينزلوا دموعي، نمخباين وما عاد قدروا يسكتوكي. بعدين بقى خلص جابوا لي كاسه شاي. أيوة. عملت لهم نجم حلينا. في عندنا سؤال، هلا انت بتشوفي على الساحه في حدا اقل موهبه منك ولكن عم تتقدم له ادوار افضل من الادوار اللي عم تتقدم لك؟ ايه في كثير. فيك تذكري مثلا اسم؟ لا 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 اكيد لا، بس في كثير يعني مو بس انا وفي ناس. انا اعتبريني من الجمهور مو ممثله، انا عم بتفرج احيانا في بتلاقي صبيه او حتى شاب نازل بمكان مو مكانه، يعني مو مكانه، مو لإله الدور، مو لإله، في حدا تاني ممكن يعمله ويطلع فيه توب، يطلع فيه. بتحسي انه ممكن انت كانت تلعبي هذا الدور مثلا؟ ايه صارت، بس ما اتذكر انا مسلسل ماني من لا صارت معي، حسيت اني لازم اكون معه، يعني لازم اكون معه. هي المدام امل عرفه، مو مكانها، كون معها بالعمل. بس ما يعني باكثر، يعني على فكره هي كل شغله حلو، كل شغله رائع بيطير العقل، يعني موهبه ساحره. ان شاء الله بنشوفك الى جانب المدام امل عرفه ان شاء الله، والى بجانبك كمان. الله يسلمك. الله يسعدك لميس، اهلا وسهلا فيكي، كل عام وانت بخير. كثير كنا سعداء باستضافتك وبحديثك الصريح والجميل، وان شاء الله هيك دائما بتنوري سمانا. كانت حلقة كتير حلوة، وشكراً لإلك وعلى الحوار الحلو، كتير انبسطنا فيكي، ورمضان كريم. شكراً لإلكم وكل عام وأنتم بخير، وأنتم اللي نورتوا سمانا اليوم، يعني بصراحة بلقائي معكم بلقاء زميلي معن، وتشرفت بحضرتك أنا كتير اليوم، كنت مبسوطة معكم. تسلميلي. شكراً. وهلأ منوصل لنهاية الحلقة، كانت حلقة كتير حلوة، لاقونا بكرة على نفس الموعد ونفس الوقت. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.